رواية حفص بن عاصم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءهم البينات فعفونا عن ذلك فعفونا ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك. فعفونا عن ذلك. وآتينا موسى سلطانا مبينا، ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء. بسم الله الرحمن الرحيم. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر الشيطان الرجيم.
فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لن ينقصوكم شيئا ثم لم ينقصوكم شيئا ولم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لن ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم عهدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين بسم الله الرحمن الرحيم وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض وإذا وقع القول عليهم وإذا وقع القول عليكم أخرجنا لهم دابة وإذا وقع القول عليكم أخرجنا وإذا وقع القول عليكم وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون تكلمهم أن كانوا بآياتنا لا يوقنون
ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم Khadijah Abdullah